التأهل، كانت مباراة صعبة لكن الحمد لله تخطيته بضربات الجزاء الترجيحية، مهم جدا الحفاظ على لقب الأفريقي عاشور. بسم الله الرحمن الرحيم، برضه الحمد لله يعني بنلعب في ظروف صعبة. يعني الناس شايفة الجو اللي في الماتش الأولاني كان صعب جدا، خسرنا 1-0. الحمد لله الماتش كله ماسكينه. كنا المفروض نكسب النهاردة مش بضربات الجزاء بس، بقول الحمد لله. النهاردة يعني أهم حاجة اللي إحنا كسبنا وصعدنا للدور الثاني. الحمد لله ربنا يخليك يا كابتن. بقول الحمد لله والشكر لله ليك يا رب، كرم من عند ربنا. الواحد زعلان برضه اللي هو اخفق في ضربه الجزاء، بس الحمد لله الواحد عشان كويس مع ربنا. الحمد لله ربنا ادانا وقدرنا نكسب الحمد لله. مبروك للاستاذ حمدي. ليك معايا سيد حمدي تقول العاشور، انا شايف حتى يعني ما ضيع ضربه الجزاء كله راح له، لان انتوا تيم جماعي، مهمتكم ان انتوا تحافظوا على المكسب والانتصار. لا عادي، عاشور لعب 90 دقيقه وانتهت ضربات الجزاء، هم ضيعوا برضه، اي لاعب معرض ان هو يضيع. اعظم لاعب في العالم بيضيع ضربات الجزاء، لكن في حاجه كويسه في 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 في, في لعبه النادي الاهلي والجهاز الفني، الروح وربنا ادانا عشان احنا فعلا بنتعب في البطوله دي وبنعاني كتير جدا. انا متهيئ ان احنا نستحق النهارده. فرقه يانج فرقه كويسه جدا، لكن هم زي ما لعبوا علينا احنا لعبنا عليهم وكنا نكسبهم برضو اكتر من هدف، لكن الكوره مش هتخش جون. لكن الحمد لله ربنا ادانا في الاخر الحمد لله. ميزه عاشور النهارده ان الماتش ده درس للماتشات الجايه باذن الله، ان حتى الاهلي ينهي مبكرا. وعايز اسالك على الورق او الحاجات اللي طلعها عمرو جمال اثناء لما كان عبد الله سعيد واقع. يعني هو انت عارف الافارقه لما ساعات كده بيحطوا حاجات في الملعب، يرشوا حاجات في الملعب، عمرو جمال شافهم بس الحمد لله يعني الحاجات دي ما بنحطهاش في 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 مخنا خالص. بعد ما رشوا الحاجات دي الحمد لله جبنا جون في الحته اللي رشوا فيها. بقول الحمد لله كرم من عند ربنا، وبقول ان شاء الله باذن الله ده تيم النادي الاهلي، وان شاء الله كان عندنا صعوبات الفتره اللي فاتت، بس التيم كويس والتيم اللي واقف على رجله بيحاول يكسب ويحاول اللي هو على طول يبقى رقم واحد. قبل ما انتقل لسيد حمدي، كان مهم جدا النهارده عيد ميلادك، فكان لازم المناسبه تبقى مناسبه سعيده عشان عيد ميلادك النهارده كمان. الحمد لله عيد ميلادي النهارده، يعني كان نفسي يعني اشوف ضربه الجزاء يعني عيد ميلادي، والنهارده انا عرفت شريف الكرامي قال لي امبارح اللي النهارده الماتش المية افريقي. الحمد لله الحمد لله، كان نفسي ضربه الجزاء دي بس الحمد لله بقول كرم من عند ربنا اللي احنا كسبنا، اهم حاجه يعني. شكرا عاشور، وانا مكمل مع السيد حمدي.